مجموعة من العلماء في الولايات المتحدة الأمريكية الحقيقة جات لهم حالة من القلق، وده بعد تسجيل أول حالة لحيوان مصاب بمرض الدماغ القاتل واللي اسمه زومبي الغزلان. زومبي الغزلان تم اكتشافه في مناطق في أمريكا الشمالية زي كندا والولايات المتحدة وكمان في النرويج وكوريا الجنوبية. إيه حكاية زومبي الغزلان؟ يا ترى إيه علاقته وارتباطه بالغزلان أصلا؟ وهل ممكن ينتقل للبشر؟ وهل هيمثل طفرة أو حالة من القلق زي حاجات كتير كانت موجودة قبل كده زي جنون البقر، انفلونزا الخنازير او انفلونزا الطيور؟ ده اللي عايزين نعرف. ده حقيقي، ويمكن يعني احنا كمان عايزين نعرف هل بيصيب الغزلان ولا بيصيب يعني حيوانات بريه تانية، وحكايه الزومبي دي يعني بنسمع عن انفلونزا الطيور عن مش عارف الايه، لكن الزومبي دي جديده علينا. الدكتور عاطف محمد كامل وكيل كليه الطب البيطري في جامعه عين شمس وايضا رئيس قسم الحياه البريه وحدائق الحيوان، بنرحب بيه هاتفيا معانا في صباح الخير يا مصر. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك. يعني ما التعريف العلمي لمرض زومبي الغزلان؟ زومبي الغزلان ده مرض طبعا وموجود في مثلا في الولايات المتحده الامريكيه، ومرض بيصيب او مرض الدماغ القاتل. لانه ايه مرض بيعمل ايه؟ بيصيب الدماغ وبيعمل هزال مزمن او زومبي، الهزال المزمن او زومبي الغزلان. وطبعا الحمد لله الى الان العلماء في الولايات المتحده بالرغم ان هم لقوا اعداد كبيره جدا من الغزلان في محميه مشهوره جدا في الولايات المتحده الامريكيه ييلوستون ناشونال بارك، وده وجدوا هذا الغزال. وبعدين في الولايات المتحدة زي بلاد الإفريقية والأسيوية بيحبوا أكل الغزال، فدي مشكلة. لا، وجدوا طبعا هذا الغزال ممكن اللي هم ضربوه بالنار أو بيصطادوا، لأن في هناك إمكانية أنك ممكن تصطاد كذا، تقضي وقت جميل كذا، ممكن تصطاد غزالة أو حاجات زي كده. وجدوا أن هذا الغزال يبقى حامل لهذا المرض، ونتيجة لذلك ممكن يعمل ايه؟ يصابوا بيخافوا طبعا، بدأوا يقلقوا. ما فيش حاجة ظهرت في الإنسان، ولكن ممكن على المدى مش البعيد القريب ممكن يصاب الإنسان بهذا المرض القاتل. ليه؟ لأن هو فعلا بيعمل ايه؟ مشاكل في الغزلان، وبيعمل طبعا فقد الوزن، اعراض عصبيه وخمول وسيلان في اللعاب والعطش الشديد. لكن للان ما ثبتش ان ممكن ينتقل للانسان، هي مجرد لسه مخاوف. بالظبط بالظبط. طبعا هيئه الاوبئه في الولايات المتحده بدات تحذر الامريكان، خلي بالك انت دلوقتي هتروح تصطاد غزال كده، حتى بدأوا يقولوا ايه؟ بلاش، ارجوكم بلاش عمليه الصيد ده. ليه؟ او ابتعدوا عن الغزلان دلوقتي عشان مش عارف بتحديدا. تمام تمام. ابعدوا لي عن الغزال خالص، حتى ليه؟ الملامسه ممكن تؤثر، يعني مش ان انا اكل كمان، لا ده الملامسه للغزاله المصابه ممكن على المدى القريب ممكن تصيبك انت كانسان. دي المشكلة، ودي زي اللي حصلت فيه في مرض بتاع ده، المرض اللي حصل في الصين نتيجة التعامل مع الخفاش، خفاش الفاكهة. صحيح. فانتقل الكوفيد 19 عن طريق خفاش الفاكهة، ملامسة خفاش الفاكهة. بالظبط. المرض اللي انا عايز اوصل له ان عمليه حتى الملامسه خطيره جدا، مش الملامسه، ودي السبب ان هي عملت انتشار لانفلونزا الطيور في الصين، وعملت انتشار لامراض اخرى في غرب افريقيا، وهذا المرض في اليلستون ناشونال بارك في امريكا. فبداوا يحذروا، وعمل حتى بدأوا يعمل، لأن أنا زرت زمان اليلستون ناشونال بارك وأنا بعمل دكتوراه في أمريكا، فعمل دلوقتي تحذيرات مكتوبة
أرجوك البعد عن ملامسة الغزال، أرجوك عدم أكل لحم الغزال. إحنا فهمنا القصة دي يا دكتور، يعني حضرتك وضحتها، ووضحت أيضا إن يعني أعراضه زي الزومبي من ناحية العطش والهذيان والهمدان اللي بيصيب الإنسان، ولكن هل ثبت إن هذا المرض بينتقل إلى الحيوانات؟ لأن بطبيعة الأمر الغزالة أكثر ارتباطا بالحياة البرية من الإنسان يعني. بالضبط. يعني بالنسبة للحيوانات الأخرى إلى الآن لم يثبت فيها إن في حيوانات أخرى، بالرغم إن يلوستون ناشونال بارك فيها بعض الحيوانات البرية، ولكن لم يثبت كمان إن في حاجات مثلا أصيبت أو كده من هذا المرض، ولكن ده مش بعيد، ولكن ممكن تصاب. تصاب ازاي؟ اذا كان مثلا حصلت حاله وفاه دي اي غزاله، ودي ممكن دي هم خايفين كمان عن هذا البتاع ينتقل الى القاره الافريقيه. صحيح. القاره الافريقيه مليانه محميات طبيعيه وحيوانات بريه كثيره، وعندهم واقل قدره كمان على احتواء الامراض، لان بطبيعه الحال الفقر بيصيبها او ان فيها يعني عدد كبير من الحاجات الثانيه. صحيح يا دكتور. بنشكرك يا دكتور. الدكتور عاطف كامل، وكيل كليه الطب البيطري في جامعه عين شمس ورئيس قسم الحياه البريه وحدائق الحيوان، شكرا جزيلا لحضرتك.